سلام. سميتني رضا العبور. حليت عيني نهار 24 شهر 6 عام 2001 في واحد المدينة صغيرة والحياة فيها كبيرة. بلا ما نرجع بزاف الله نخليكم مع حياتي حاليا. فاش كان فيق في الصباح كان كره راسي، حيت الفياق في الصباح عندي هو أخير حاجة. المهم فاش كان فيق بحال أي واحد كان فطر، كان لبس حوايجي كنمشي نقرا. واخا الصراحة ما كنقرا والو، والهدف هو الحضور باش ما يتقيدش الغياب. انا الصراحة نهار التجديد تزادت معايا واحد القوة خارقة اللي كتمكنني باش نعرف اي شخص واش خايب او لزوين. هذا صاحبي وعشيري وخويا، إلا رجعنا شوية اللور اش كان كده قبل ما نجي. هذا مثال من بزاف الامثله اللي عندي كما شفتوه. فاش كنرجع من المدرسه كناخد حريتي، وهنا بديت كنفكر كيفاش نبدل هذا السيناريو ديال حياتي، حيت كل نهار عندي بحال النهار اللي فات. يعني اليوم بحال البارح، والبارح بحال والبارح، وما كنعطيش القيمه للنهار ديالي. فاش بديت كنفكر وكنخطط لقيت واحد الفكرة اللي جبتني وقررت غنطبقها. الفكرة هي قررت انني غنرد حياتي بحال شي فيلم او المسلسل، وكل حلقة عندها قصة خاصة بها. يعني ماشي لعبة تفرج الحلقة اللي فاتت باش تكمل الحلقة الجاية، حيت كل نهار عندي غنديرو ليكم بحال فيلم، وغنستغل اي لحظة باش نتوما تعيشوها معايا. كنموت على الافلام حيت كل فيلم نهايته سعيدة، حتى لو وقعت شي حاجه للبطل الشرير كيموت هو الاول. يعني انا هاد الفيديوهات اللي غنبقى ندير ما غنحبس حتى نشوف النهايه. هاد الشيء علاش درت هاد لاشين.